السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الحكومة ستقوم بصرف أجور الموظفين استثناء يوم الجمعة الثالث والعشرين من الشهر الجاري وأوضح أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء أن الموظفين سيتسلمون أجورهم يوم الجمعة الثالث والعشرين يونيو الجاري حتى يتمكنوا من شراء أضحية العيد بشكل مريح يذكر أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أعلنت أن فاتح ذي الحجة سيكون يوم الثلاثاء الموافق للعشرين يونيو الجاري في المغرب ووفق الوزارة فإن عيد الأضحى بالمملكة المغربية سيكون يوم العاشر ذي الحجة الذي يوافق تاريخ الخميس التاسع والعشرين يونيو الجاري حسب التقويم الميلادي